حسين الجسمي. حسين الجسمي وصلنا للتسعة 9:21 للجزء الأخير من نهاية حصة تايم أوت. نعود نرحب بضيوفي الكرام.
نصل لختام حصتنا اليوم من تايم اوت. كانوا بحذايا ضيوف كرام عزيز برشا على قلبي، كنت فرحان برشا انكم يعني زرتوني ولبيتوا الدعوه هذه اللي كانت في الحقيقه ديما دعوه مفتوحه من كاب اف ام ليكم. ان شاء الله نشوفكم في القريب العاجل، وان شاء الله نشوفكم باعمال جديده لما لا. انتم زاد الساده المستمعين موعدكم يتجدد مع تايم اوت الاسبوع القادم، وموعدكم يتجدد زاد معايا انا وبها كامل الاسبوع في اولاد الكاب من الاربع للسبعة متاع العشيه. توا ما بقى لي كان نقول لكم ليلتكم زينه، تصبح على خير.